مرحبا وأهلا بك. الآن سوف نقوم بتمرين يستخدم حركة الوعي والاسترخاء لإشراك الجسم والعقل معا. التجارب المرهقة قد تقوض الحس الداخلي، وهو شعورك بحالة وأحاسيس جسمك الداخلية. فالحس الداخلي يمكنك من معرفة متى تشعر بالجوع أو بالتعب أو بالبرد أو بأي حاجات جسمك. ومن دون حس داخلي واضح، قد تنفصل أو تفقد الترابط مع جسمك، أو تصبح استجابتك للمنبهات الضاغطة غير متزامنة. إن الحركة الواعية والاسترخاء هما من الوسائل الرائعة لاستعادة الترابط مع جسمك وعقلك، كما يحفزان الترابط الصحي بين العمليات السريعة والتلقائية في دماغك من جهة، وعمليات التفكير المدروسة والمحتسبة بشكل أكبر من جهة ثانية. هذا يسمح لك أن تشعر بالسيطرة على عقلك وجسمك. إذن لنبدأ. إذا كنت تشعر بالغضب أو القلق، بإمكانك أن تستريح وتأخذ نفس أو توقف التمرين. قف بشكل مستقيم مباعدا قدميك بما يعادل عرض كتفيك. تحقق من وضعيتك، اشعر بالأرض تحت قدميك، لاحظ أفكارك ونفسك ومشاعرك. خذ نفسا وابسط ذراعيك عاليا نحو السماء ولتتلامس يديك في الأعلى. أخرج نفسك بينما تنزل يديك وتضعهما أمام صدرك. كرر هذه الحركة وتنفس من 5 إلى 10 مرات بوتيرتك الخاصة. ارفع ذراعك اليمنى إلى الأعلى وحركها نحو اليسار. انحني جانبا. اشعر بأي أحاسيس في أضلعك وجانبك. راقب نفسك وشعور قدميك على الأرض. بعد أخذ نفس 5 مرات، كرر الحركة من الجانب الآخر. خذ وضعية الكرسي من خلال ثني ركبتيك والجلوس إلى الوراء وإلى الأسفل. يمكنك إبقاء ذراعيك على خصرك أو يمكنك رفعهما نحو الأعلى. حاول البقاء في هذه الوضعية وأنت تأخذ 5 أنفاس عميقة. لاحظ كيف يتأثر نفسك بهذه الوضعية. قف من جديد. إذا كنت تريد تجربة المزيد من الحركات، تقدم برجل واحدة إلى الأمام في وضعية الاندفاع، حيث تكون الركبة الأمامية أمام الكاحل الأمامي. ابقى بهذه الوضعية. حاول أن تستنشق الهواء وأن تمد ذراعيك إلى الأعلى، وبينما تخرج النفس جلس الرجل الأمامية وضع ذراعيك على جانبيك. كرر هذا التمرين طوال 5 إلى 10 أنفاس. بعدها كرر هذه الحركات، ولكن هذه المرة تقدم برجلك الأخرى. خذ خطوة واسعة للأمام مع الركبة فوق الكاحل. حاول أن تستنشق وتمد ذراعيك إلى الأعلى. في حين الزفير جلس ركبتك الأمامية وأنزل ذراعيك إلى جانب جسمك. لاحظ أي أحاسيس في جسمك، أي توتر أو مشاعر. قد لا تشعر بأي شيء على الإطلاق. قف من جديد. الآن حاول الانحناء إلى الأمام. انحني بحيث ينطوي جسمك نصفين. اسمح للجزء الأعلى من جسمك وذراعيك بالتدلي نحو الأرض. قد تتقوس ركبتيك بعض الشيء أو كثيرا. إذا أردت يمكنك شبك ذراعيك والإمساك بالمرفق المعاكس. ابقى في هذه الوضعية طوال 5 أنفاس. لاحظ كيف تشعر. قف بشكل مستقيم
الآن انتقل إلى وضعية الجلوس حيث تجلس ورجليك مشبوكتين مع إبعاد رجل واحدة عن جسمك. حاول أن تنحني إلى الأمام، أبعد يديك عن جسمك. ابقى في هذه الوضعية طوال 5 إلى 10 أنفاس. ثم كرر التمرين مع الرجل الأخرى. ضع يديك أمامك وابقى كذلك لمدة 5 إلى 10 أنفاس. قد تشعر بتمدد في ظهرك أو رجليك. عد إلى وضعية الجلوس. يمكنك أن تمدد ظهرك بشكل أكبر بعض الشيء من خلال وضع يديك على ركبتيك، استنشاق الهواء وتقويس كتفيك إلى الوراء والنظر إلى الأعلى. عند إخراج النفس قم بتقويس ظهرك وحرك ذقنك باتجاه صدرك وكتفيك إلى الأمام. من جديد كرر هذه الحركة إذا أردت وصولا إلى 10 مرات بحسب وتيرة أنفاسك. اجلس بشكل طبيعي وابق رجليك مشبوكتين. جرب بعض حركات الكتف. حرك كتفيك إلى الأمام وإلى الأسفل بشكل دائري. حين تكون مستعداً، حركهما بالاتجاه المعاكس. حركهما إلى الأعلى باتجاه الأذنين، ومن ثم إلى الخلف وبشكل دائري. من أجل إرخاء العنق والكتفين، حرك ذقنك نزولاً نحو صدرك، واسمح لرأسك بالتأرجح من جهة إلى أخرى، حيث تحرك الإذن اليسرى باتجاه الكتف الأيسر، ومن ثم دع رأسك يعود إلى الوسط بحيث تحرك الأذن اليمنى باتجاه الكتف الأيمن. تحرك إلى الوراء وإلى الأمام بالوتيرة التي تراها مناسبة لحوالي 5 أنفاس. اجلس بشكل طبيعي وابقي رجليك مشبوكتين. الآن قم باستدارة طفيفة. أدر ببساطة جسدك إلى اليسار بحيث تلامس أطراف أصابعك اليسرى الأرض خلف ظهرك، واضعاً يدك اليمنى على ركبتك الشمال للدعم. اشعر بالأرض تحت جسمك، فهي تدعمك وتحملك. حاول التنفس بعمق أكبر خلال الشهيق والزفير لخمس مرات تقريبا. عندما تنتهي أدر ببساطة جسدك إلى اليمين بحيث تلامس أطراف أصابعك اليمين الأرض خلف ظهرك، واضعا يدك اليسرى على ركبتك اليمين للدعم. حاول التنفس بعمق أكبر خلال الشهيق والزفير لخمس مرات تقريبا. الآن فلنجرب بعض التأمل اليقظ. إذا كنت تشعر بالإحباط أو اليأس، يمكنك القيام بذلك لفترة أقصر. خذ وضعية مريحة، استلقاء أو وقوف أو جلوس على كرسي. يمكنك إما أن تغمض عينيك أو تبقيهما مفتوحتين. اشعر بالأرض أو الكرسي تحتك، بالهواء على بشرتك وبنفسك. فلينصب تركيزك على أعلى رأسك
مؤخرة رأسك، جوانب رأسك، أذنيك، جبينك، حاجبيك، عينيك، أنفك، خديك، فمك، فكك، حلقك وعنقك، كتفيك، الجزء الأعلى من ذراعيك، مرفقيك، الجزء الأسفل من ذراعيك، معصميك، كفيك، ظاهر يديك وأصابعك. ركز على أعلى ظهرك وصدرك، الجزء الأوسط من ظهرك وأضلعك، الجزء الأسفل من ظهرك وبطنك، الوركين والمؤخرة، أعلى الساقين، الركبتين، أسفل الساقين، الكاحلين، وجه القدمين، أسفل القدمين وأصابع القدمين. اشعر بكامل جسمك. حاول البقاء في هذه الوضعية من دقيقة إلى 5 دقائق. أعد تركيزك على جسمك. افتح عينيك إذا كانتا مغمضتين، ولاحظ ما تراه أمامك أو فوقك في قرارة نفسك. صف ما تراه، ربما هو أرضية خشبية أو ستائر زرقاء أو شجرة خضراء أو جدار أبيض. اتخذ وضعية الجلوس من جديد وتواصل مع جسمك ونفسك ومشاعرك. لاحظ أي تغييرات قد تنتج عن هذا التمرين. الأمر بهذه البساطة، متى شعرت بالحاجة إلى تهدئة نفسك وإزالة التوتر أو تنشيط، إعادة إشراك وإعادة تكامل نفسك مع جسمك، تذكر هذه التمارين. وكما هي الحال دائما، إذا أردت ممارسة التمرين مجددا اضغط زر الإعادة. إذا أردت المزيد من التمارين راجع المكتبة.